بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبقت الإشارة إلى أن مجزوء الفكر الإسلامي المعاصر المخصص للفصل السادس مسار الفكر والعقيدة شعبة الدراسات الإسلامية يهتم بأهم القضايا المطروحة في الساحة الفكرية المعاصرة، ومن ثم فإن حديثنا اليوم سيخصص للحديث عن مسألة مهمة لها أهميتها في الظرفية الراهنة، ونريد به مصطلح التنمية. فسنتحدث إن شاء الله عن التنمية في التصور الإسلامي. أولاً يمكن أن نقول إن الحديث عن موضوع التنمية في الظرفية الراهنة لا يصدر عن ذلك الشعور الخفي أو الموقف النفسي الذي حكم الفكر الإسلامي لمرحلة زمنية معينة، ونريد به ما عرفه هذا الفكر من الإحساس العميق بتفوق الآخر والاعتراف الكلي بمصداقية قضاياه، حيث كان المنهج الأسلم لتبرئة الإسلام مما نسب إليه من تهم التخلف والجمود والعجز عن مسايرة قضايا العصر هو إظهار مزاياه من خلال المزايا المعروضة في حضارة الآخر. إذ الملاحظ اليوم أن الفكر الإسلامي في عمومه قد تعافى من هذه الحالة وتجاوز هذا الموقف، والشاهد على ذلك من وجوه: ألف، الثقة المتنامية لدى المفكر المسلم في أصوله بعد حالة من التشكيك والاتهام لهذه الأصول ولصلاحيتها أن تكون أساساً لقيام حضارة راشدة مرة أخرى. باء، تحرر العقل المسلم من حالة الانبهار والإعجاب المطلق بما عند غيره وانتقاله إلى حالة الحوار الهادئ والمراجعة الرصينة. جيم، إدراك هذا العقل لدرجة من الاتزان النسبي بعد حالة من التطرف تأرجحت فيما بين الرفض التام أو القبول المطلق لحضارة الآخر. ومن ثم يمكن القول إن الحديث عن التنمية في التصور الإسلامي في الوقت الراهن ليس من قبيل التأصيل وللتفسير لمعنى التنمية كما تناوله الفكر المعاصر، وإنما هو بحث عن المفاهيم المحددة لهذا الأمر من حيث اللفظ والمعنى في التصور الإسلامي، بخاصة وأن الإسلام لا يرفض أي مفاهيم يمكن أن يواجه بها الفرد أو المجتمع مشكلة من المشاكل، طالما أن هذه المفاهيم لا تتعارض لا شكلاً ولا جوهراً مع المبادئ التي أرسيت عليها دعائم الإسلام. فما مفهوم التنمية في الحضارة العربية وفي التصور الإسلامي؟ التنمية في اللغة، فكلمة التنمية في لغة العرب تتمحور على الزيادة والكثرة والارتفاع وإشباع الحاجة والعائد من الفضل أو الفائض. وبالنظر إلى معاني التنمية السابقة عند العرب نجدها تختلف عن معاني التنمية كما حددها الاقتصاد الحديث، ذلك لأن الحضارة العربية قد جعلت التنمية مفهوماً شاملاً للجانب المادي والمعنوي معاً. وهكذا يمكن القول إن معنى التنمية في الحضارة العربية يقوم على مقومات أساسية منها: ألف، أن التنمية هي زيادة وكثرة ورفعة ولكن بشرط الإصلاح. باء، أن التنمية اسم جامع للزيادة المادية والمعنوية، فالعرب تقول نميت النار رفعتها وأشبعت وقودها ونمى الإنسان سمنة، وتقول أيضاً نمى الحديث بمعنى شاع وذاع. وهذا من أوجه الاختلاف مع الاقتصاد الحديث الذي جعل معنى التنمية يقتصر على معنى على الجانب المادي بخاصة. جيم، من مهام التنمية أيضاً تحقيق الرفاه وهو ما زاد عن الحاجة أو الفضل. أما في الاصطلاح الحديث فقد اختلف في تعريف مصطلح التنمية باختلاف العلوم التي تناولته وباختلاف الرؤى والتصورات التي أنتجته، ولهذا جاء هذا المصطلح مثقلاً بكثير من التعميمات. وإن كان في الغالب الأعم
الذي يغلب عليه هو الجانب الاقتصادي الذي عرف التنمية من منظور كمي صرف، فهي عنده زيادة في الدخل القومي الإجمالي. واختزال معنى التنمية في المكون الاقتصادي أو العمل على تطوير الجانب المادي للمجتمعات، بخاصة تلك المجتمعات التي اصطلح عليها بالمتخلفة أو النامية، أمر أثير حوله كثير من الجدل، وذلك لاعتبارات منها: ألف، أن التنمية وإن كانت تستهدف الجانب المادي فإنها عملية حضارية يجب أن نراعي فيها القيم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية والتاريخية للمجتمعات، فلا بد من مراعاة خصوصية هذه المجتمعات في التنمية. باء، إذا كانت غاية التنمية هو تحقيق رفاهية الإنسان وكرامته، فيجب أن تكون شاملة لجميع أوجه النشاط الإنساني، وما ولا معنى لحصرها في الجانب المادي. أما مقولة إن التنمية الاقتصادية تؤدي حتماً إلى التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية، فأمر فيه نظر، بدليل وجود دول لا تعاني من خطط في زيادة الإنتاج ولكن لم تحقق تنمية. جيم، التأكيد على ضرورة الاستقلالية في صياغة الخطط التنموية ورفض التبعية، لأن التنمية الناجعة هي التي تكون نتيجة خطط داخلية وليست وصفات جاهزة تفرض على المجتمعات من الخارج. دال، الحكم سلفاً على التنمية بالمعيار القيمي الذي مؤداه إن التنمية عملية طيبة أبداً وغاية يجب أن تسعى إليها الشعوب، قد ظهر من عرض هذا الحكم وأكد فساد هذه الفرضية. وإذا كانت بلدان العالم الثالث تشكو التخلف، فإن الأقطار الصناعية تشكو التلوث. واو، التحفظ على جعل التنمية مقابلاً للتخلف، على اعتبار أن من اختار جعل التنمية نقيضاً للتخلف كان مقياس التنمية عنده هو النموذج الاقتصادي الرأسمالي الغربي، وعليه صارت التنمية هي العمل على تطوير المستعمرات السابقة وإلحاقها بنمط الإنتاج الرأسمالي الغربي. إن خضوع مصطلح التنمية لحمولات معينة لغوية وتاريخية وتصورية بل وحتى نفسية حال دون ظهور هذا المصطلح مطلقاً عن كل قيد. فارتباط المصطلح بنمط الإنتاج الغربي كمقياس للتنمية المقترح، ظهر مصطلح التنمية الطيبة والتنمية الخبيثة، وارتباط التنمية بالإنسان ظهر مصطلح التنمية البشرية، وارتباط المصطلح بالبيئة ظهر إطلاق التنمية المستدامة. وإذا تجاوزنا هذه التعريفات يمكن تعيين تعريف للتنمية يراعى فيه جميع تلك الشروط ولو بشيء من التفاوت. وهذا التعريف يقول: إن التنمية هي العملية التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة على أن يكتسب منها قدر أكبر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات. بعد هذا إن شاء الله سنتحدث عن التأريخ لمصطلح التنمية. إن مصطلح التنمية الاقتصادية قد ارتبط تاريخياً بإرادة تغيير الأوضاع بالمستعمرات وأشباه المستعمرات، ومعلوم أن هذه الإرادة قد سادت بعد الحرب العالمية الثانية كعملية إنقاذ رغبت من خلالها الدول الغربية مواجهة مخلفات الحرب على المستوى الاقتصادي. ولقد تعززت هذه الإرادة بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1986 عن الحق في التنمية، وبذلك استقطب مفهوم التنمية عناصر جديدة إلى جانب العنصر الاقتصادي كتنمية الإنسان ثقيل التنمية البشرية وتنمية المدار الطبيعي للشعوب
بطريقة تلبي احتياجات الحاضر مع عدم الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة، فقيل التنمية المستدامة. الآن إن شاء الله سنتحدث عن التنمية أو عن مفهوم التنمية في القرآن الكريم، وهل هذا المفهوم له وجود في كتابنا العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية يمكن أن نقول إن مصطلح التنمية مع اشتقاقاته اللغوية لا نجد له حضورا في القرآن الكريم، وإن كنا نجد له بعض الأصول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب من يصلح بين الناس فينمي خيرا. وقال أيضا: حسن الخلق نماء. إذن بالرغم من عدم ورود مصطلح التنمية في القرآن الكريم، فالملاحظ هو وجود بعض المرادفات التي تؤدي مدلوله الذي هو بمعنى التغيير والتطوير والزيادة لتحقيق رفاهية الفرد وعمارة الأرض واستقرار أمن المجتمع. ومن بين هذه المصطلحات وعلى رأسها نجد مصطلح العمارة أو التعمير، حيث قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقد بيّن العلماء أن السين والتاء في استعمركم للطلب، والطلب المطلق منه سبحانه وتعالى يكون للوجوب. يقول الإمام الجصاص: إن في ذلك دلالة على وجوب عمارة الأرض بالزرع والغرس والأبنية. ويقول الفخر الرازي: واستعمركم فيها جعلكم عمارها، كان ملوك فارس قد أكثروا في حفر الآبار وغرس الأشجار لا جرم حصلت لهم الأعمار الطويلة، فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه: ما سبب تلك الأعمار؟ فأوحى الله تعالى إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي. إذن فالعمارة في الآية السابقة هي طلب وترغيب في النهوض بمختلف نواحي الحياة الإنسانية والعمل على تغييرها وتطويرها بشكل عام، مع التأكيد على جانب الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص. ومن ثم فإن العمارة بهذا المعنى هي مرادفة لمصطلح التنمية في العصر الحديث، فهي العمارة بالتصور الإسلامي سعي إلى تحقيق رفاهية الفرد والمجتمع مادياً ومعنوياً، وتثبيت لدعائم الرخاء والاستقرار والأمن. عمروا بلادي فعاش عبادي. وإمعاناً في بيان أهمية عمارة الأرض وإصلاحها على حياة الفرد والمجتمع، أسقط عمر رضي الله عنه حق الملكية عمن عطلها، حيث قال: من كانت له أرض ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. ولهذا السبب جعل علي رضي الله عنه النظر والاجتهاد في عمارة الأرض مقدماً على أخذ الخراج، حيث قال لنائبه على مصر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استخراج الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العبادة. إن مصطلح العمارة في النصوص السابقة دعوة إلى تحقيق إصلاح شامل تتم به الزيادة في الدخل وتحقيق الرفاه والرخاء للفرد والمجتمع، وهو ما عرف بالاقتصاد الحديث بعملية التنمية. ومن المفاهيم القرآنية الداعمة لعملية العمارة والمؤطرة لموقع الإنسان في عملية التنمية نجد: ألف التسخير. لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له الكون لينعم بخيراته. قال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. إن تسخير الكون للإنسان ومنحه القدرة والإرادة على التصرف فيه دعوة صريحة إلى بذل أقصى الجهد واستعمال كل الخطط من أجل تحقيق العمارة أو التنمية. قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: ذلل لكم ما فيها فلا أصلب من الحجر ولا أحد من الحديد
ولا أكثر هيبة من النار وقد سخرها لكم فيه وقد سخرها لكم. فالإنسان إذن مدعو إلى تسخير، فالإنسان إذن هو المقصود بتسخير هذه النعم، وعليه فهو مدعو إلى استثمارها بالوجه الذي يحفظ به حياته وأمنه في الحاضر واستمرار جنسه في المستقبل. فهذه المواد هي أساس التنمية أو العمارة. باء الاستخلاف. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف هو الإسكان في الأرض والتمكين. فالاستخلاف هو الإسكان في الأرض والتمكين من التصرف فيما فيها وما عليها بهدف الانتفاع. قال تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالغاية من هذه الأموال التي جعلها الله تحت يد المكلف وتحت تصرفه لينتفع بها. فالاستخلاف هو تفويض منه سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حق التصرف في هذه النعم الممنوحة بغاية تأهيل الأرض وتطوير الحياة. أيضا من بين هذه المصطلحات نجد مصطلح التمكين. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فالتمكين في لغة العرب هو اتخاذ المكان والموطن، وهو أيضا بمعنى السيطرة والقدرة على التحكم، وكلا المعنيين مراد في الآية السابقة. مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجعلنا لكم فيها معايش. والمعايش هي مجموعة من الأشياء التي ينتفع بها الإنسان. إن القصد من تمكين الإنسان في الأرض بالاستقرار والتحكم ومنحه حق التصرف هو تحقيق المنافع، أي المعايش التي بها يتم تطوير الحياة واستمرارها. وبذلك اتفقت المفاهيم السابقة جميعاً على الدعوة إلى ضرورة توظيف الطاقات الممنوحة وبذل الجهد للانتفاع وتحقيق الرفاه والاستقرار. وفيه أيضا إعلام بأن الاستثمار السليم للمواد الطبيعية هو شرط أساس لتنمية المجتمعات. بعد هذا إن شاء الله سنتحدث عن حكم التنمية في الإسلام. إن انتزاع اعتراف بإدراج الحق في التنمية ضمن لوائح حقوق الإنسان أمر تحقق سنة 1986 عندما أصدرت الأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية، حيث اعتبرت التنمية حقا من حقوق الإنسان وليست مجرد مطلب يطالب به الأفراد قد يستجاب لهم أو لا يستجاب لهم. وهذا المكتسب الذي تحقق في أدبيات التنمية في زمن متأخر نجد الإسلام قد حسمه منذ البداية، وذلك عندما رفع الحق في التنمية إلى حكم الوجوب. إن الدعوة إلى عمارة الأرض والتصريح باستخلاف الإنسان فيها وتمكينه في الأرض وتسخير ما في الكون له ضوابط مهمة لتحديد طبيعة العلاقة في الإسلام بين الكون والإنسان، وفي الوقت ذاته هي منطلقات للنهوض بمختلف نواحي الحياة والسعي إلى تحقيق رفاهية أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً وروحياً وتعمير الأرض بالرخاء والأمن والعدل. إذن بعد هذا إن شاء الله يمكن أن نقول إن حكم التنمية في الإسلام قد ارتقى إلى مستوى الوجوب. بعد هذا سنتحدث عن أسس التنمية في الإسلام. أول أساس للتنمية في الإسلام هو بيان قيمة عملية التنمية. إن أهم أساس للتنمية في الإسلام هو إدراك فضلها على حياة الفرد والمجتمع، فهي سبيل لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وبذلك تكون التنمية أو العمارة وسيلة يتقرب بها إلى الله. فتغيير الأوضاع وتخليق الحياة بإصلاح الأرض وعمارتها قد هيأ له الشارع الحكيم حوافز مهمة نذكر منها: ألف اقتران العمل الصالح بالجزاء الوافر والنعيم الدائم. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
ب الحث على طلب الرزق والترغيب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. جيم: جعل عملية الاستثمار وسيلة للفوز الأخروي. قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وإلى جانب الحوافز السابقة، اجتهد الإسلام في استئصال كل الموانع التي يمكن أن تعوق العمارة أو التنمية أو تحول دونها. ومن ذلك مثلا أنه حارب البطالة والتسول، وأوجب على كل فرد المساهمة في عملية التنمية. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. كما اعتبر الإسلام التصدي لظاهرة التسول جهادا في سبيل الله، وأثنى على فاعله ورفع شأنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه ليكفلها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله. وقد رفض الإسلام ظاهرة التواكل وحث على العمل. قال تعالى: وقل اعملوا. وبين أن الإنسان الفاعل إنما فاعليته تكمن في صنع الخير الذي يفيد به نفسه وينفع به غيره في كل مسلك يسلكه. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. فصنع عملية التنمية تستدعي إحاطتها بمجموعة من الحوافز المشجعة على الانخراط الفعال فيها، كما يقتضي القضاء على الحوافز المانعة لتحقيقها. وليس أفضل من أن تكون هذه الحوافز وهذه الحواجز جزءا من عقيدة الإسلام. ثانيا: توفير العنصر البشري المتعلم المدرب. لقد اعتبر الإسلام الإنسان محور عملية التنمية، وبحسب قدرته التي يمتلكها وذرة علمه التي حققها وخبرته التي اكتسبها يكون إسهامه في هذه العملية. لهذا أكد الإسلام على توفير العنصر البشري الجيد، ونوه بالإنسان العالم ورفع مقامه على الجاهل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال أيضا: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما دعا الإسلام إلى محاربة الجهل والأمية لتأثيرهم السلبي على مسيرة التنمية. وتجربة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر خير دليل على ذلك. كما اتخذ الإسلام تدابير إجرائية صارمة لاستئصال هذا الداء. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتفقهون من جيرانهم ولا يتعلمون ولا يتعظون. والله ليعلمن قوم جيرانهم ويعظونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لعاجلتهم العقوبة. فالإنسان العالم الخبير الفاعل يساهم بقوة في دفع عملية التنمية، أي عمارة الأرض، إلى الأمام وفق معاييرها المعروفة، وهو تحقيق أحسن إنتاج بأقل مجهود وبأدنى تكلفة وفي أسرع وقت، مع التأكيد على القيمة المضافة للإسلام في عملية التنمية. ونريد بها تحقيق الغاية التي لأجلها وجد الإنسان في هذه الأرض، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ثالثا: توفير الموارد الطبيعية. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكون بسمائه وأرضه، ببره وبحره،
رهن إشارة الإنسان وتحت تصرفه. قال تعالى: وسخر لكم ما في الأرض جميعا. وقال أيضا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فالعناصر المذكورة في النصوص السابقة هي أساس عملية التنمية، فكل ما في السماوات وما في الأرض من ثروات زراعية وصناعية هي مسخرة لخدمة الإنسان بالوجه الذي يحفظ به حياته في الأرض ويحقق به غاية وجوده عليها. رابعا: الوقت أو الزمن. للزمن مكانة مقدسة في الإسلام، فقد أقسم به الله سبحانه وتعالى في غير موقع في كتابه العزيز، حيث قال تعالى: والليل والفجر والضحى والعصر. والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ونظرا لأثر عامل الوقت على عملية التنمية، دعا الإسلام إلى استثماره الاستثمار الجيد الحسن، حيث بيّن الشرع الحكيم إن الإنسان مطالب بإنفاق وقته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أول هذه المسائل التي سيسأل عنها الإنسان هي عن عمره فيما أفناه. إذن فالوعد بالمساءلة والمحاسبة على كل لحظة من لحظات الإنسان فيما أمضاها وفيما أنفقها يحتم عليه تعمير هذه اللحظات بالعمل الصالح المفيد لنفسه ولمجتمعه. والحمد لله رب العالمين.